بروفيسور ديب، لو تكرمت حتى أيضا نستغل الوقت في نقطة الصناعة الحقيقية. يعني نحن مطمئنون على احتياطي الصرف، على الصادرات خارج المحروقات، الناتج الوطني الخام 2026-27 سيصل إلى 400 مليار دولار. وزير المالية العزيز فايت قال نحن رابع قوة اقتصادية، سنصبح ربما أول أو ثاني قوة اقتصادية في سنوات قليلة قادمة. صناعة السكر محليا، الزيت، الآلات الكهرومنزلية، قال هذا كان يحتاج فقط إلى تحرير العقول والكفاءات المحلية. كيف ترى هذه النقطة؟ نعم، بطبيعة الحال، ونضيف لك من بين أهم الإنجازات التي صدرت مؤخرا هو تصنيعنا للأنسولين باكتفاء ذاتي محلي. صحيح. وهذا شيء كبير جدا، وتصديره إلى الخليج، إلى المملكة العربية السعودية. هذا يدخل في إطار الأمن الصحي، وهذا شيء مهم جدا في صناعة صيدلانية. الأمر الجيد هو أن الجزائر الآن انتقلت إلى مستويات جد حساسة في التفكير على المستقبل الاقتصادي بعيد ومتوسط المدى. هناك عدة مشاريع في المجال الطاقوي، في المجال المنجمي، في المجال الزراعي، في المجال الصناعي، في مجال الصناعات الغذائية. هناك جبهات مفتوحة على أصعدة مختلفة لإشراك الخبرات الأجنبية، وكذلك الأموال، الاستثمارات الأجنبية المباشرة. يبقى دور النقابات في هذا الفعل هو يجب أن يكون دورا داعما، دورا مراقبا، لأن النقابات في النشاط الاقتصادي، النقابات هي أول المراقبين للنشاط الاقتصادي وللمسيرين، قبل ما نتحدث على الجياف، قبل ما نتحدث على مجلس المحاسبة، قبل ما نتحدث على الشرطة الاقتصادية إلى غير ذلك. فالنقابات لديها هذا الدور، هي العين الأولى التي تراقب المال الجزائري والمال العمومي، وعليه يجب أن ترقى إلى هذا المستوى من الأداء، وكذلك تساهم في تنويع عملية اقتراحها. لأنه نرى في بعض الأحيان النقابات في دول كبرى تخرج علينا بتقارير حساسة في قطاعات معينة، وتقترح في بعض الأحيان حتى خطة طريق